احنا اليوم كنتواجدوا بمركز للارقية، المركز ذوي الاحتياجات الخاصة. ساكنة كانت من شحال هذه كتنتظر بحال هذا المركز، وكانت بحاجة لهذا المركز هذا، والحمد لله واخيرا تحقق الحلم الحمد لله. كنشكروا سي عزيز اخنوش اللي وقف على هذا المركز وبناه من اتزيد. مركز هذا المركز واحد المتنفس، غيكون واحد المتنفس لذوي الاحتياجات الخاصه. يعني كما لاحظتوا كاين قاعه ديال الرياضه، يعني متعدد التخصصات، يعني تبارك الله كاين فين يتعلموا فين يقراوا فين زعما، كاين لا بيسين، كاين فين يديروا الرياضه، كاين فين زعما ينميوا المواهب ديالهم، وفين يعني يجيبوا ذوي الاحتياجات الخاصه باش انهم يعني يلقاو واحد الرعايه. الجوله اليوم اللي قام بها السيد رئيس الحكومه اللي بدات منذ الصباح، واللي وقفنا فيها على جوج ديال المنشات الصحيه. المنشاه الاولى اللي كتعلق ب يعني المركز الصحي القروي ديال ويجان، انتم شفتوا الحله الجديده اللي كيكتسي هذاك المركز القروي، ولا المنظومه المعلوماتيه اللي كيتوفر عليها والخدمات اللي كيتوفر عليها، وهذا كله داخل في اطار الاصلاح الجذري اللي بغى صاحب الجلاله الله ينصرو. هذا ورش ملكي كبير، واللي بغى من خلاله سيدنا الله ينصرو يقرب الخدمات للمواطنين، واللي الحكومه اليوم كتسهر عليه بجديه. ودابا كنتواجدوا في تفراوت، وتفراوت هذا مركز ديال القرب اللي كيقدم خدمات اكثر من الخدمات ديال ويجان، لانه هو من المستوى الثاني، بل بالعكس بذلك كذلك العلاجات ديال طب الاسنان، وكذلك بعض الخدمات ديال التحاليل ديال لابوراتوار، وممكن كذلك يزيد نوسعوا هذه الخدمات. وهذا كله باش خصنا المواطن في عاود نحيدوا عليه العبء ديال التنقل، باش يبقى يستافد بالخدمات الصحيه في المكان ديالو، والتكلفه ديال النقل والعناء ديال هاد ديال البعد ديال الخدمات غادي نحيدوها عليه باش يبقى يستافد منها هنا ان شاء الله باذن الله. المنظومه المعلوماتيه كتعطي الصلاحيه انه يكون عنده ملف طبي رقمي، وهذاك الملف الطبي كيمكن له يدلي به فيما مشى في المنشات الصحيه، سواء على المستوى ديال الجهه او على المستوى الوطني. شكرا لكم. اقليم تيزنيت اللي كنعرفوا الامكانيات ديالو اللي هي قليله، ولكن الحكومه قايمه بواحد بتعليمات من صاحب الجلاله الله ينصرو، واحد العدد ديال البرامج اللي هي جد مهمه. شفنا البرنامج ديال اعاده الهيكله ديال يعني الوزيس ديال ايت منصور، شفنا واحد البرامج ديال اطلاق ديال الطرق ديال المسالك القرويه، كذلك مشاريع اللي هي كتصب في كل شيء، في كل ما هو سوسيال، واللي يعني الدوله الاجتماعيه كيبغاها سيدنا الله ينصرو الله يحفظو، واللي كنزلوها في الميدان. وشفتوا اليوم كانوا واحد جوج ديال المحطات اللي هما دو ديسبونسير كبار، واحد في تفراوت واحد ويجان، اللي غادي يعطيو امكانيات للمواطنين باش تكون الصحه تقرب للمواطنين. وكذلك شفنا واحد يعني بالنسبه ليزونديكابي باش يكون عندهم واحد المركز ديال الترويض يعني في تقنيات عاليه. كل هذه برامج اللي هي الحمد لله جد ايجابيه، اللي كتبين بان الحكومه في قرب يعني في الميدان، وكتشتغل مع المواطنين على حسب الاولويات ديالهم. وشكرا لكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.